القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. معا من أجل إسعاف المرضى وإعانة المحتاجين، فبرنامج القلوب الرحيمة هو الطريق إلى الحسنات والجنان. نساهم في هذا البرنامج الإنساني ومعكم جميعا من على شاشة قناة المهدي الفضائية في مساعدة الأيتام والفقراء من ضيق الحال وضنك العيش. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما زرع. القلوب الرحيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المهدي الفضائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين، من جوار مولاتي زينب الكبرى جئنا هذا اليوم نسجل حلقتنا من برنامج القلوب الرحيمة، ونحن الآن في قاعة الثقلين للمناسبات الدينية اللي قريبة على الحوزة الزينبية. هذه اليوم القاعة اللي تشوفوها أمامكم جمعت عدد كبير من العوائل من الأيتام والمرضى والمحتاجين في هذه البقعة المباركة، بقعة مولاتي زينب الكبرى عليه السلام. جهود كبيرة قاموا بها أخواني بجمع هذه العوائل لغرض الوقوف مع حالاتهم، وأيضا نقوم لهم بالعون، نقدم لهم العون والمساعدة. اليوم احنا اجينا إلى هذه البقعة المباركة بجهود الناس الطيبة اللي دائما يسعون ويقدمون عمل الخير إلى برنامج القلوب الرحيمة. الحقيقة بهذه جيتنا إلى هذه البقعة المباركة، جينا نقدم العون المساعدة إلى 450 عائلة على شكل حلقات، ويأتي بفضل الأخوة الطيبين اللي راح أقرأ اسمهم. هما الأخ أبو حيدر الصقر من العراق ديالة، والحاج خليل إبراهيم من العراق السماوة، والحاج جنباسم من مدينة النجف الأشرف، والأخ أبو عرفان من العراق بغداد العراق الناصرية سوق الشيوخ، والحاج أم حيدر من العراق بغداد الكمالية، وأبو جعفر لواء صادق من العراق الحرية، وعائلة المرحومة فوزية جاسم أم علي الله يرحمها برحمته الواسعة. طبعا دائما تذكروهم عند المقام وأنتم بالقرب من هذا المقام، الدعاء لهم بالخير والصحة والتوفيق. أعزائي المشاهدين، سوف أتواصل معكم وبرنامج القلوب الرحيمة. راح نروح فاصل إن شاء الله ونرجع لكم، وراح نروح نسمع بعض المعاناة من الأخوات اللي موجودة هي. فكونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيم. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام، ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. أعزائي المشاهدين، عندنا بعد هذا الفاصل وراح نتواصل وراح نسمع. طبعا تعرفون بلد عليه حصار اقتصادي، بلد الوضع الاقتصادي مالته تعبان،
الأدوية غالية، العلاجات غالية. أغلب سكان منطقة السيدة زينب هم من المهجرين اللي جرى ما جرى عليهم نتيجة الدواعش ونتيجة الطائفية، فإجوا بهاي البقعة المباركة استقروا هنا، لكن ظروفهم كلها صعبة. وراح نروح نسمع بعض المشاكل. السلام عليكم أختي. السلام ورحمة الله. الحمد لله شكرا. أم علي إيش خيرك يا أم علي؟ نحمد الله ونشكره الحمد لله. إيش خيرك؟ شنو قصتك يعني؟ قصتي والله أنا معي التهاب معدي كولون. أي. معي التهاب مفاصل. نعم. عسادي غير المفصل الغول إمام بحسين. أي. بعطوني العذاب علي الدواء. تشوفين الدواء غالي ولا ليش ما تعالجين نفسك؟ غالي كتير غالي. ما عندك مصاري؟ مقدرة. وحطي بظهري يعني عملي صفايح بظهري، عملي عملية بظهري. أي. هي. الحمد لله وشكر الله. أعزائي المشاهدين، أختكم أم علي عندها مشاكل يعني بالمفصل وبالقالون ومشاكل، بس لا ما عندها فلوس تشتري العلاج. مو ما عندك ولا؟ نعم والله ما في، الحمد لله، هم فضل الله الحمد لله. الحمد لله إن شاء الله صحة وعافية حجي. الحمد لله. السلام عليكم أختي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إيش خيرك أختي؟ أنا عندي مرض التصلب الواحي المتعدد، هذا شبيه السرطان. بتجيني كل فترة هجمة على جسمي، مرة شلت لي جسمي، تعافيت منها بقدرة الله، وهلا روحت لي عيني اليمين ما بشوف فيها. لازم عينك ما تشوف. وهلا أنا قيد العلاج، لازم أتعالج مشان ترجع لي عيني. هلا أنا تعديت السنة ونص، احتمال ما أشوف احتمال شوف، يعني بقدرة رب العالمين. على عيني هذا راجعتها أطباء يحتاجك عملية شنو اللي؟ لا اذا ادويه دائمه ولازم. حالتكم المعاشيه شلونها؟ بابا متوفي وماما مريضه وما في غير انا وماما. يعني ما عندكم مصدر رزق، ما عندكم معاش، ما عندكم راتب؟ ما في ابدا. ايش اسمك انت؟ بتول. اعزائي المشاهدين، اخذكم بتول مسكينه شابه، شرحت المرض مالتها وعينها هسه ما تشوف، وحده من عيونها ما تشوف، ويتيمه وما عندها لا راتب ولا عايشه على الناس المحسنه اللي يعطوها. انت لو عندك مصاري كان رحت، مو علشان نفسك؟ اي اكيد بدي علاج، بدي راحه نفسيه اهم شيء. اذا ما عندي راحه نفسيه ما في شيء، كل شيء معدوم. ان شاء الله اختي يسمعونك الناس الطيبه اللي يحب يساعدها، ان شاء الله يتصل علينا ونقوم لها بالواجب. حجيه كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله. امن حجيه انت؟ انا عيوني نزل علي امي بيضت. امن شو يقولوا لك؟ امن ام حسام. ام حسام الله يخليك. ام حسام شنو قصتك انت؟ انا قصتي قاعده بالاجار ومهجره، يعني من فوان احنا. أيه؟ وراح لي شهيدين وجوزي شهيد. يعني ولدك اثنينهم شهداء ورجلك ايضا ثلاث شهداء. أيه. الله يكون بعونك. الله يسلمك. الله يصبرك. الله يسلمك يا رب. وعيوني نزل علي امي بيضة يعني بالليل هلا شويتين. ليش صاروا بعيونك هيك؟ والله ما بعرف، من البكا بجوز. تبكين على ثلاثة؟ ايه اجباري يعني. الله يكون بعونك. ومنبكي كمان على عبد الله الحسين، يعني اجباري بدي واحد يبكي. الله يبارك. يعني الحمد لله رب العالمين. المغربيات يعني مبروعه مطرح بدهم يسحبني لحتى يعني نشوف قدام. هسه مين باقي معك؟ يعني هذول الشهداء عندهم اولاد صغار؟ عندهم هي في شهيد عنده ثلاث اولاد ساكنين بحمص هني. اي من وقت ما استشهد نزلنا له بالراتب لاولاده، يعني كان جوزي بعده. معاناتك مريضه انت يعني؟ انا مريضه الحمد لله، وعملي قسطره ثلاث مرات ومركبه شبكه. الله يكون معك. ايوه الله يكون معك. الحمد لله. اعتقد الراتب التقاعدي بسيط جدا يعطوك؟ اي والله ما يسد حاجه. لا والله يعني. وبيت ايجار؟ بتمنى يروح. اي بيت ايجار، بتمنى حدا يروح لعندي كشف على البيت. انت ام حسام. ام حسام. اعزائي المشاهدين، ام حسام هاي المره ام الشهداء ثلاثه ورجلها، وتقول من البكي عيونها راحت، وايضا تقول انا بالاضافه ابكي على الامام الحسين وعلى السيده زينب. وعدها اولاد ايضا لابنها الشهيد، وامورها يعني المعاشيه صعبه، الايجارات هنا غاليه، وايضا تعرفون يحتاج لها مصرف، يحتاج لها علاج. ان شاء الله طيبين ما يقصرون معك امي. ان شاء الله. ان شاء الله. أمي أنا أم لؤي. أم لؤي إيش خيرك يا أم لؤي؟ أم لؤي أنا أم شهيدين وعندي بنت معاقة، بدي ركب شبكة قلب وفتح شرايين. أيضا أنت عندك اثنين شهداء؟ أي والله عندي اثنين شهداء. شلون ظروفك المعاشية؟ نحن مهجرة، أنا مهجرة من الفوعة وكفرية، دفعت الإخلاء آخر دفعة. نعم. وبيتي بالأجار.
وما في بدي اعمل هلا عملي شبكه قلب وفتح شرايين وما في. الله يكون بعونك. اعزائي المشاهدين نعم معي كمان هشاشيت عظام مفاصلي واخدي ابر بظهري مع ديسك بظهري. اعزائي المشاهدين اختكم مولاي نفس المشكله هم مطيه شهيديا وظروفها طبعا ظروفها الصحيه حيل تعبانه وضعها الصحي وعندها شبكه القلب يعني تعبانه. فان شاء الله اللي يحب يساعدهم احنا بنهايه الحلقه راح تظهر ارقام البرنامج اي حاله يحددها ان شاء الله نوصلها بامانه وتصور بالحلقات القادمه. حجيتنا شلونك ان شاء الله زينه؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. انت شلونكم؟ الله يسلمك الحمد لله. جينا نسال عليكم اليوم شلون وضعكم؟ الله يسلمكم ان شاء الله ويطول بعمركم يا رب. فضل الناس الطيبه قال تروحون لهنا في سوريا ان شاء الله يا رب الله يفضلهم ويديمهم ان شاء الله صحتهم وعافيتهم. نسمع معاناتك. الحمد لله رب العالمين. انا ام حسن. والنعم ام حسن الله ينعم علينا وعليك. عندي ايتام ثلاثه نعم الحمد لله بس عندي التهاب مفصل بركبتي وعم اعالج. والله شلون معيشه هذول الايتام يعني شلون؟ والله عم اشتغل بالبستان بالبريه. البستان الك ولا للناس؟ للناس. اشتغل عامله بيوميتي 17000 سوري. شو يجيب لك هذول 17000؟ والحمد لله اظل 10 ايام اجار البيت 200000 نعم. وهاي ترجينا راعي البيت يعني قلت له شو شايف لا فيني تزيد علي كل شهر وشهرين. ونقول اخت البناء شراكه مو بس اني فيها. والعالم عم تأجر 500 و600 انت ما انا شايف وضعك وحطيت لك 200 يعني اهدى العالم. يعني انت هذا الشغل تشتغليه تطيله بالبيت؟ والله زين الاطفال هذول شاكلون المساكين؟ والله من اهل الخير. والله في وحده جارتي فوق من حماة تبرعت لي بالخبز يوميا. اي والله. كم خبزه تعطيك؟ خيرها تنطيني ربطتين يوميا خطيه. اي والله الحمد لله الله يرضى عليها ان شاء الله. والطيبين والله كثيرين اللي يحسبني بحصه لحمه اللي يحسبني برزه بهاي. أعزائي المشاهدين أم حسن رجلها متوفي وعندها أيتام ثلاثة لا دولة ولا راتب أي شيء شو ما عندها على المحسنين يعني تفضل جارتها تعطيها ربطة خبز للأيتام يعني نطلعون على البيت تشوفون الوضع. تشتغل عاملة بالمزارع يعني تنظف ولا تلمين شنو المزارع شنو الزارعين فيها؟ يزرعون باذنجان ملوخية بامية. اي عاد يعطونك من عندها ولا؟ والله مرات ينطينا هالحزم قال الشيء ما عاد ينطونا زيادة. اول والله كانوا ينطون. اي والله يعني حتى الملوخيه ما حد يطيها هسه ما ينطون. والله العظيم كل شيء بالوزن والله يشهد الله. خلي له شويه ملوخيه للاطفال. والله العظيم ينطينا بالمصاري. يعني بيعكم بيع. اي والله الله يكون بعونك. والله كان ينطينا اما هسه والله من غلاته الشيء ما عاد ينطي. لا والله خطيه يعني يعطيك بس اليوميه. والله غير اليوميه يا حبيبي. ان شاء الله اخواني يعني تسمعونها ترى الكلام والله الكلام صعب في سوريا يعني وجايهم فصل الشتاء لا عندهم نفط لا عندهم غاز لا عندهم كهرباء. فنتمنى توقفون وياهم وتشوفون ظروفهم الصعبه. السلام عليكم. كيفك؟ ان شاء الله زينه. اسمك عمو؟ اسمي صباح. نعم صباح. صباح شوي علي لي صوتك يا صباح. شنو مشكلتك انت؟ انا والدي ووالدتي متوفين وانا راعي. يتيمه الابوين. نعم عندك خوات؟ ايه عندي سته. صغار ولا كبار؟ لا صغار. يعني انت اكبر وحده فيهم؟ ايه الاصغر مني مباشره عاجز. خطيه. الباقي كلهم صغار. شلون معيشه اخوانك؟ يعني من اهل الخير وشغلي وهيك. يعني عيشتك على اهل الخير. البيت الكم ايجار عمو؟ لا ايجار. ايجار كانت تدفع لنا يا مؤسسه بعدين بطلت. ما عندهم يعني مؤسسه. كم يتيم اخوانك؟ سته. معاك؟ واحد معاق بهم؟ عداي انا سته وواحد معاق. سبعه صرنا بالبيت. الان انت مسؤوله عنهم؟ انا اكبر شيء. انت كم عمرك؟ عمري 20 راح افوت بال 21. اعزائي المشاهدين تشوفون هاي الشابه الصغيره المسكينه صباح امها وابوها توفوا يتيمه الابوين. الان برقبتها وهي عمرها يعني 19 او 18 سنه برقبتها نقول سبعه وياها. سبعه انفار. ولا عندها راتب ولا عندها عيشه ولا يعني تقول على المحسنين يساعدونها يوكلوهم وايضا البيت ايجار. فاللي يحب يساعد هاي المسكينه يتبناها براتب او يقدم لها العون والمساعده ان شاء الله نوصلها المساعده واحنا نعم اكثر شيء ايجار البيت. ايش قد ايجار البيت؟ هلا من جديد سوا 300. 300؟ يعني 300 بحدود حوالي 35 دولار او 50 دولار يقدم لها بالشهر او يعطيها مال سنه. هم ان شاء الله نوصله للاخوان هنا السيد والشيخ حسين ان شاء الله احنا خدام.
حجيه السلام عليكم. ان شاء الله بخير. الله يسلمك. الحجيه انت ما عندك شيء مو؟ ان شاء الله. حجيتنا شلونك امي؟ الحمد لله. ايش خيرك امي؟ نحن خمس بنات لا اب ولا ام. انت ام من؟ لا انا بنت. بنات خمس بنات بالبيت. الله يخليهم بس بنات. بنات. نعم وابوك وامك متوفين؟ متوفين. مهجره ولا هون؟ من؟ مهجرين من الفوعه. نعم. من الفوعه مهجرين. وقاعدة وين هون؟ إيجار؟ بالبهدلي إيجار. مسكينة. عايشة شلون عيشتك؟ أهل الخير وأختي شوي بتشتغل بالفندق. يعني عاملة تنظيف ولا هي؟ إيه والله. وأنا مريضة سرطان. خطير. أنت اسمك؟ أنا اسمي هدى. الله يخليك. أعزائي المشاهدين أختكم هدى عندها بعد وياها أربع خوات وهي الخمسة. من الفوعة، الفوعة تعرفون صارت بيها مشاكل، صارت بيها حروب، داعش دخل عليهم، هجرهم، أخذ بيوتهم، أخذ مزارعهم، أخذ ممتلكاتهم، فإجوا هنا لهالمنطقة هاي سكنوا بيها، كل المهجرين سكنوا بهاي المنطقة، إيجارات غالية، طبعًا لا عندهم رواتب، لا عندهم مزارع، لا عندهم شغل، لا عندهم مصدر رزق، لا عندهم محلات، كل شيء ما عندهم. الله يعطي المؤسسات الناس تجمع لهم ويساعدونهم ويعطوهم ويتجون الحملات. وأول المواكب يعطوهم، لكن ظروفهم الآن صعبة شوية شوية، الدولار ارتفع السعر، الليرة السورية انخفضت جدا، فالكل هنا. وأيضا عندها أخت فيها مرض الكانسر اللي هو سرطان الدم، أيضا بحاجة إلى علاج، فاللي يحب يساعدها إن شاء الله يتصل على برنامج قلوب رحيمة ونقدم لها العون والسلامة. أعزائي المشاهدين طبعا احنا نكتفي بهذا القدر من الحالات اللي سمعتوها، ونتمنى الوقوف معنا من أجل إسعادهم، من أجل نجبر خواطرهم إن شاء الله حتى يتمكنوا اللي يشتري علاج، اللي يشتري خبز، اللي يدفع إيجار بيت، وخاصة عوائل الأيتام المساكين طبعا. أعزائي المشاهدين سوف أقوم بتوزيع المبالغ المالية اللي وصلتنا من الأسماء اللي قرينا اسمائهم إن شاء الله، وفي نهاية هذه الحلقة سوف أذهب إلى مرقد مولاتي زينب الكبرى لأضع هذه الأسماء في شباكها حتى تقوم مولاتي بتسجيل أسماءهم وتدوينها في سجل الخالدين الذي يتشرف به كل من يقف مع الأيتام والمحتاجين والفقراء والمعوزين. فكونوا معنا وبرنامج القلوب الرحيم. هي نعمة وتجارة مذخورة على الفرج بدعاء أم حائرة أو دمعة طفلة ويتيمة تتحول لفرح وابتسامة. نعم إنها تجارة مع الله صنعتها أيادي بيضاء. الإمام علي بن الحسين عليه السلام: من قضى لأخيه حاجته فبحاجة الله بدأ، وقضى الله بها 100 حاجة في إحداهن الجنة. والله لقضاء حاجته أحب إلى الله من صيام شهرين متتابعين باعتكافهما في المسجد الحرام. ومن سعى له في حاجة حتى قضاها له فسر بقضائها كان كمن أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وآله. نفس عن أخيه كربة نفس الله عنه كرب القيامة بالغا ما بلغت، ومن سقاه من ظمأه سقاه الله من الرحيق المختوم، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كساه من عري كساه الله من استبرق وحرير، ومن كساه من غير عري لم يزل في ضمان الله ما دام على المكسو من الثوب سلك.
أعزائي المشاهدين، شاهدتوا عملية توزيع المبالغ المالية اللي جتنا من الناس الطيبة على أخواتي الموجودات معاي من عوائل الشهداء والأيتام والأرامل وكذلك الحالات الفقيرة، وأيضا ناشدنا بحالات مرضية إن شاء الله نتمنى من الجميع الوقوف وياهم بهذه الظروف الصعبة. اليوم معي ضيف في هذه القاعة المباركة، قاعة اللي جمعنا بها قاعة الثقلين اللي جمعنا بها العدد، فراح يتفضل معي سماحة الشيخ حسين الصالح ممثل عن الفعاليات الاجتماعية في منطقة السيدة زينب. أهلا وسهلا بك شيخنا في برنامج القلوب الرحيمة، حياك الله شيخنا الفاضل. يا اهلا وسهلا بك، كيف الحال شيخنا؟ الله بخير ان شاء الله بخير الحمد لله رب العالمين. على الكاميرا شيخنا يا الله. نقول لك اهلا وسهلا بك في برنامج القلوب الرحيمه في قناه المهدي. اهلا وسهلا بكم، حياك الله، ضيوف اعزاء كرماء في منطقه السيده زينب، وشكرا على الجهود الطيبه المباركه المبذوله من اجل مساعده العائلات الفقيره والمريضه والمحتاجه في هذه المنطقه نتيجه الظروف الاقتصاديه الصعبه التي يمر بها القطر العربي السوري. الله يبارك فيك شيخنا. طبعا الشعب العراقي والشعب السوري هو شعب واحد، نعم، واحنا ان شاء الله نتمنى من الكل يعني يقف وقفه واحده يد بيد، نعم، من أجل القضاء على الفقر، القضاء، نعم، على المصح. نعم نعم، الشعب العراقي له مكانة، نعم، عظيمة وكبيرة في قلوب السوريين، نعم، وهذا التعاون موجود بين الشعبين، والأيادي الطيبة والخيرة والأيادي البيضاء موجودة من قبل الخيرين الطيبين في العراقيين. مو بس العراقيين كرماء، هذا برنامج قلوب، نعم، رحيم، احنا برنامج دول لكل دول العالم، نعم. فاليوم القائمة اللي قرينا اسمهم كلهم عراقيين، ما شاء اللي قدموا العطاء، راح يقدمون ل 400 عائلة، نعم، فمن ضمنهم جماعتكم. انا اريدك تحكي لي عن الفقر، الناس اللي مهجرة عندكم، شلون يعني اعداد كبيره ما تقدرون تساعدونهم ذيك المساعده الكبيره، مو شيخنا؟ اكيد معظم سكان منطقه السيده زينب هي عائلات مهجره، نعم، تركت ما تملك وتركت مناطقها وبلدانها وبيوتها وأراضيها وجاءت صفر اليدين إلى هذه المنطقة، نعم، وتعاني ما تعاني من حالة اقتصادية صعبة لأنه لا يوجد أصلا رأس مال بين أيديهم حتى، صحيح، يتحركون في هذه المنطقة. وهذه المنطقة تمتاز بأنها أسعارها سياحية وأجار البيوت قد تصل إلى 500 و600 ألف، ولا يوجد دخل عند هذه العوائل. وعندنا بتعرف اليوم نتيجة الحرب الكونية الظالمة على سوريا والحصار الاقتصادي أصبح اليوم المعيشة الاقتصادية صعبة، والليرة السورية قد انخفضت قيمتها، واليوم تعاني كل العوائل تقريبا 99% من العوائل المرض وجوع وفقر، ولا يوجد من معيل، والمؤسسات الاجتماعية الموجودة في هذه المنطقة أيضا يعني ما فيها هذيك البرامج التي ممكن أن تؤدي الدور المطلوب لحتى تغطي وتساعد. ما الذي يتمناه الشيخ حسين الصالح لهذه العوائل والمؤسسات والانتعاش، كيف يتم يعني؟ والله أولا لابد من أولا محليا أن يكون هناك مؤسسات ترعى هذه العائلات من النواحي الاقتصادية من ناحية إنتاجية حتى لا تكون هذه الأسر دوما محتاجة. أهم شيء التأمين الصحي. أي نعم، والتأمين الصحي مطلوب لأن الأسعار الدواء أصبح اليوم في العالي، صحيح، والمشافي في العالي، نعم، بالملايين. ونتمنى أيضا من أصحاب الأيادي البيضاء في كل مكان في كل منطقة أن ينظروا بعين الرحمة والرأفة والشفقة إلى أخوانهم وإلى أخوتهم في الإيمان في هذه المنطقة، منطقة السيدة زينب عليه السلام، في بوجه خاص لتقديم المساعدة للفقراء المحتاجين. الله يبارك فيك، للعائلات المحتاجة. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. وإحنا نشكر طبعا جهودكم الخيرة في الفعاليات اللي تقدموها لتجمعون الفقراء، واللي ايضا عندكم بيانات لهم، نعم، كل واحد تعرفون وين مكانه وين بيانه وتجيبوه، نعم، وتبلغوه الناس، نعم، من السعاده، نعم. طبعا شيخنا احنا اليوم جينا فضل الناس الطيبه، نعم، جينا نقدم العون والمساعده، هم انا راح اقرا اسمائهم ما شاء الله لان انتم قريبين من السيده زينب، ندعالهم تدعو لهم بالخير والصحه والتوفيق ان شاء الله. هم ابو حيدر الصقر من الديالة العراق، الحاج خليل ابراهيم من السماوه، الحاج مباسم من العراق النجف، ابو عرفان من العراق ناصريه سوق الشيوخ، والحاج أم حيدر من العراق بغداد الكمالية، وأخوكم لواء صادق أبو جعفر من العراق بغداد،
وعائلة المرحومة فوزية أم علي. جزاهم الله كل خير، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يبارك لهم في مالهم وفي صحتهم وفي أولادهم. نعم، إحنا شيخنا الفاضل أنا هاي راح أخذ هذه الأسماء، نعم، أرميها في شباك السيدة زينب عليه السلام. ماذا تتوقع السيدة زينب عندما أرمي هذه الورقة في ضريحة؟ واليوم هم طبعا مو يفرحون بس المجموعة الكبيرة المعاي، نعم، 450 عائلة وأكثر، يعني نسعى نقدم. هؤلاء أكيد هم طيبون وكرماء، ولكن آل البيت أطيب، والسيدة زينب لن تنسى لديها سجل الأئمة، نعم، وسيسجل أسماءهم، أسماء هؤلاء الناس الطيبين إن شاء الله في سجل السيدة زينب عليه السلام، وستحل البركات إن شاء الله عليهم وعلى أولى صحتهم وعلى أولادهم وعلى أموالهم إن شاء الله. الله يبارك فيك حبيبي. شكرا شيخنا، الله يبارك فيك، ممنونين. أعزائي المشاهدين، بهذه الكلمات الطيبة اللي تحدث بها سماحة الشيخ حسين الصالح، احنا سوف تنتهي برنامج القلوب الرحيمة، يعني حلقة هذه ان شاء الله، وانا قلت سوف اذهب الى مرقد مولاتي زينب الكبرى لكي يضع هذه الاسماء القائمة في الشباك، وان شاء الله مولاتي زينب ما تقصر مع كل من يقف مع مريض، مع محتاج، مع فقير. ظروف صعبة جدا في سوريا، ظروف صعبة جدا، فليحب يساعد اخواننا العوائل السورية المهجرة اللي تركوا دورهم، حيواناتهم، مزارعهم، سياراتهم، أملاكهم، اجوا فقط طبعا اجوا هنا سكنوا، عادوا حياة من جديدة، منهم من ضحى بدماء، منهم من استشهد، منهم من صارت عنده عاقة، هاي أزيد يمكن صار لهم 16 أو 17 سنة على الحال هذا. فنتمنى اللي يحب يساعد إخواننا في سوريا ما عليه إلا أن يتصل على الأرقام اللي راح تظهر على الشاشة، وإحنا برامجنا مستمرة في سوريا وفي كل بلدان العالم. في نهاية الحلقة إن شاء الله راح تظهر الأرقام الخاصة ببرنامج قلوب رحيمة، اللي يحب يقدم العون ومساعدة للعوائل اللي ظهرت معنا الحالات، وأيضا للمحتاجين والفقراء، ونحن سعداء جدا، وسوف يدخل الفرح والسرور على قلب مولانا صاحب العصر والزمان عندما تسعد العوائل وتقدم لهم العون والمساعدة. إلى ألتقيكم في حلقة أخرى من برنامج القلوب الرحيمة، في أمان الله. أعزائي المشاهدين، طبعا وصلنا إلى شباك مولاتي زينب الكبرى عليه السلام. السلام عليك يا زينب الكبرى، يا بنت أمير المؤمنين، بحق أبيك الإمام علي أبو الفقراء، بحق أهل البيت، بحق الجميع إن شاء الله، الله يحفظ الجميع، والله يحفظ كل من ساعد العوائل الفقيرة في منطقة السيدة زينب. طبعا شكرنا وتقديرنا للناس المساهمة اليوم، راح أضعهم في هذا الشباك المبارك، شباك مولاتي زينب الكبرى عليه السلام، لكي تقوم إن شاء الله بتدوين أسماءهم في السجل داخل هذا الضريح إن شاء الله. الله يحفظهم، والله إن شاء الله يخليهم ذخر للناس المحتاجة. أبو حيدر الصقر من ديالة، الحاج خليل إبراهيم من السماء والعراق، الأخ أبو عرفان من الناصرية سوق الشيوخ، الحاج أم حيدر الله يعطيها الصحة والعافية والشفاء من بغداد الكمالية، وأخونا صادق أبو جعفر الله إن شاء الله يعطيه الصحة والعافية من العراق بغداد، وعائلة المرحومة الحاجة فوزية أم علي الله يرحمها ورحمته الواسعة، الله يوفق بناتها إن شاء الله ويخليهن إن شاء الله ذخر أيضا للناس المحتاجة. هذه الأسماء طبعا إن شاء الله سوف أضعها هنا في هذا الشباك المبارك، كما تشاهدون أعزائي المشاهدين طبعا راحن في الشباك، وإن شاء الله الله يحفظهم ويخليهم ذخر إن شاء الله للناس المحتاجة. أعزائي المشاهدين، إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى من برنامج القلوب الرحيمة، في أمان الله. القلوب الرحيمة، نجبر القلوب المنكسرة. للمساهمة يرجى التواصل على الأرقام التالية: 00
0964-1001-1912 أو على الرقم التالي 00-964-770-576646 أو عن طريق الواتساب على الرقم التالي 00-964-780-500-525. ويمكنكم التواصل معنا عبر الإيميل info@almahdi.tv. القلوب الرحيمة نجبر القلوب المنكسرة.